السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كذا حد بعت لي يا صدفه الكيكه بتغمق معانا، يا صدفه بنعمل كيكه بنطلعها سودا، يا صدفه عايزين نعرف طريقه الكيكه وما عندناش مضرب، يا صدفه يا صدفه يا صدفه يا صدفه. طيب النهارده ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض كده ونصلي على رسول الله. هنعمل كيكه الخلاط. كيكه بتتعمل في الخلاط، لو انت ما عندكيش خلاط تعمليها في الكب عادي خلاط، بس الخلاط احسن لاحسن ما تعمليها. انا عملتها كذا مره على الايد، بس الخلاط بيخليها معاكي هشه وناعمه وطريه وقويه وكلها حنيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجهز مقاديرنا مع بعض ونشوف هنعملها ازاي ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. اهم حاجه يا جماعه تمشوا على الخطوات بالظبط اللي هقول لكم عليها، هتطلعوا معاكم انجح كيكه واحلى كيكه، وهتبقى هشه وبيضه من جوه زي الشق الليفت. تمام، يلا بقى اول حاجه دلوقتي هعملها. اول حاجه هشغل الفرن ونجهز مقاديرنا، ويلا هشغل الفرن وادهن الصينيه زبده ونشوف مقاديرنا وطريقتنا. يلا سلام عليكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايه زيت تمام، وكوبايه لبن، ممكن نبدل اللبن بعصير برتقال زي ما نحب، بس انا النهارده عايزه اعملها باللبن. وعندي كوبايه ونص سكر واربع بيضات وعليهم رشه فانيليا. تمام كده، عندي كوبايتين ونص دقيق وكيس بيكنج باودر. دي المقادير معانا اهي، سهله جدا جدا وبسيطه. ممكن طبعا نبدل الزيت بكوبايه نصها سمنه ونصها زيت، او نصها زبده ونصها زيت، او نصها سمنه ونصها زبده زي ما نحب. تمام اهو اربع بيضات اهو، حاجه سهله جدا جدا وبسيطه قدامنا. وعندي الصينيه اهي، انا دهنتها حته زبده ورشيتها رشه دقيق وشغلت الفرن قبل ما ابدا دلوقتي. يعني انا اول حاجه عملتها دلوقتي شغلت الفرن ودهنت الصينيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هحطها في الخلاط ادي البيض والفانيليا، فانيليا سايلة او فانيليا بودرة زي ما انا حاطة دلوقتي، مش هتختلف مش هنختلف خالص. وادي السكر، دي اول حاجة هتتعمل في الخلاط. انا مرضتش النهاردة اعملها لكم في المضرب عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش مضرب، وعملتها لكم قبل كده في الخلاط مرتين، دي المرة الثالثة، بس دي مقاديرهم مختلفة عشان انا منقصة في المقادير النهاردة. بسم الله نضربهم بقى كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم نضربهم بقى كويس جدا في الخلاط. بسم الله نقول بسم الله. انت ايه يا عم، انت رجعت تتكلم كده؟ لازم تكت الخلاط. كده ضربناهم كويس قوي لحد اللون بتاعهم بقى فاتح كده. تمام، نضيف اللبن. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اللبن واضربهم كويس. بسم الله يا بركه. بسم الله، اهم حاجه ان انت تضربها كويس قوي. تمام، بصوا ما كملناش دقيقه واحده نحط الزيت على طول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تمام كده. بسم الله ما شاء الله. الزيت ما ينفعش يتضرب كتير علشان العجينه معانا ما تغمقش وتطلع الكيكه سودا، دي برده من الاسباب اللي بتخلي الكيكه سودا. كده كفايه قوي وتمام، نشيل بقى ده كله ونجهز الخليط الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الدقيق، دي عندي وعليه معلقه كيس بيكنج باودر بحاله رشه ملح اهي، رشه صغننه كده بس ما نكترش. والفرن عندي شغال زي ما انا قلت لكم، نقلبهم كويس قوي. بسم الله، ما ينفعش نحط الدقيق في الخلاط، ما ينفعش نحط الدقيق في العجانه، ما ينفعش نحط الدقيق في اي حته، لازم الدقيق يتقلب بمضرب سلك يا اما بمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا بركه. بسم الله بصوا الخليط معايا فاتح ازاي، عشان ما ضربناهوش كتير في الخلاط وخصوصا الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده، ايدك في اتجاه واحد، ايدك ما تفضلش رايحه وجايه كده، ايدك في اتجاه واحد، ايدك ما تفضلش رايحه وجايه، بعيدها 100 مره. حتى في كيك الاسبونش بقولها لكم، ايديكم ما تفضلش رايحه وجايه كده وكده، لا ايدك في اتجاه واحد.
التقليب يكون بشويش بشويش اهو. انت لف الطبقه بايدك، لف الطبقه بايدك اهو. بصي كل ما تعملي كده هتلاقي دقيق مكلكع تحت، قلبي كده اهو بالراحة، ما تقلبيش كتير، جامد مش جامد، بالراحة. شايفة كده؟ كده بشويش بشويش خالص، عشان كتر التقليب برضو من اسباب ان بيخلي الكيكة غامقة. كل ما بتقلبي لو في تخريزات دقيق ولا حاجة بتطلع معانا اهي اهي، بالصلاة على النبي اهي اهي، صلوا على رسول الله كده اهو. انتوا بتعملوا وسموا الله وكل حاجه هتبقى فله معاكم بامر الله اهو. بصوا بقت العجينه زي الفل ازاي، مفيهاش اي تكتلات مفيهاش اي حاجه، زي الفل بالصلاه على النبي اهو. نقلب كده اهو بشويش اهو اهو اهو، احلى كيكه اهي 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 اهي. لو في كتله ولا حاجه من دي بس كده، بس كده تمام قوي. بصوا العجينه بيضة ازاي اهي، الصينيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. اديها تقليبه كده بس اهو، الم الجناب كده بسم الله. بشويش برضو كده اهو، عايزاكي تنزلي كل اللي في الطبق، عشان في ناس بتغيظني بصراحه وهي بتطبخ بتخلي الطبق فيه مطرحه، اذا كان بقى عجين اذا كان صلصه اذا كان اي حاجه، الطبق لازم يتمسح لاخر نقطه. ناخد الحته دي كمان، بصوا حته. الفرن عندي سخن زي الفل بالصلاه على النبي، يلا نحطها في الفرن بقى ايه بسم الله. اهو الفرن، الفرن اهو تمام قوي كده. بصوا انزلهولكم شويه، الفرن اهو مشغله، هحط في الرف اللي في النص ده تمام. هتقعد في بالظبط في الفرن ساعه ساعه بسم الله، تقعد في الفرن ساعه. كان نظبط الفرن على ساعه او ممكن ساعه الا 10 دقائق، ما بتقعدش اقل من كده ولا اكتر من كده. اغطي بقى عليها واسيبها تستوي براحتها، والفرن على درجه حراره 180 اهو، انا مخليها هنا على 180 ما نكترش عن كده. بعد ساعه ان شاء الله هوريها لكم. حبايبي الفرن عندي للاسف ما بيشتغلش غير فوق وتحت مع بعض، ما بيشتغلش تحت لوحده ابدا، فوق لوحده ماشي. فانا بسرعه فتحت الباب كده في اقل من دقيقه، نقلت الصاجه فوق عشان تحمل الحراره بتاعت فوق ما تبانش، وحطيت الشبكه تحت وهيكك في النص اهي تمام كده بالظبط. داخله على ده ناقص لها كده بالظبط، احنا كنا كنت حاطاها هي و50 تقريبا كده بالظبط، فاضل تلت ساعه واطفي عليها 20 دقيقه، تلت ساعه بالظبط واوريها لكم. انا برده قلت اتصرف ايه واوريكم برده، عشان خاطر لو حد عنده نفس الفرن العجيب ده، للاسف ما بيشتغلش من تحت لوحده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اطلع بقى الكيكه من الفرن بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الكيكه بتنطق، بصوا بتنطق. نجربها برده، نحط فيها سكينه. سكينه فين؟ ما عنديش سكينه، احط ضهري معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على كامل النور. بصوا الكيكه بتتكلم لوحدها، والفرن خلاص هيفصل، اسيبها بقى تبرد وبعد كده نقلبها ونقطعها. بصوا حكايه الكيكه دي تتدرس، تتدرس في المدارس. سيبها بقى تبرد ونرجع لكم تاني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكيكه اهي بصوا ما شاء الله عليها، نسلكها فسقفة. انا سقف لنفسي. بصوا اهي، بصوا ما شاء الله بالصلاه على حضره جمال النبي، بصوا عليه ازاي سقفة سقفة سقفة. انا سقف لنفسي عشان مفيش حد معايا في البيت. الله على جمالها، حلوه قوي. نقطع بقى، نقول بسم الله
الكيكه برضو عايز سكينه كبيره لكن دي صغننه، مش مشكله. بصوا نقطع حته واحده، سكينه عشان صغننه مش قطعها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيكه ما شاء الله عليها، اللهم صل على كامل النور. اهي حلوه قوي قوي قوي. بصوا الكيكه وجمالها، حاجه كده تتدرس في المناهج. اهي بصوا جميله جدا جدا جدا. بصوا طريه اهي ناعمه وقويه وكلها حنيه. يا حته كمان شيل بس التفاتيف دي. بسم الله. عشان السكينه متقطعش في الاخر، زي جنب امك عشان ما تعيطيش. اهي بصوا ما شاء الله عليها، حلوه قوي قوي قوي. هقطعها كلها بقى واوريها لكم كلها. بصوا حبايبي اهي ما شاء الله عليها، بصوا لونها فاتح ازاي وهشه طريه ما غمقتش معانا. اهم حاجه عشان الكيكه تفتحي معانا هقول لكم حبه حاجات كده مهمين قوي. بصوا اهم حاجه، بصوا الصينيه بتاعتي هي ما لزقتش والكيكه ما بتكدبش. من عوامل نجاح الكيكه اهي زي ما قلت لكم، الكيكه دي من عوامل نجاحها اهم حاجه الزيت ما يتضربش كتير، بيتحط اخر حاجه الزيت، والدقيق ما بيتقلبش يمين وشمال وفوق وتحت، لا ايدك كده بالراحه بالمضرب السلك او بمعلقه او بايديكي، متحطش في الخلاط، متحطش في العجانه، متحطش في الكبه. لو لقيتيه خرز منك وفي كلاكيع كده بايدك كده بالراحه في نفس الاتجاه اللي كنت بتقلبي منه، ما تقلبيش في الف اتجاه عشان ما تعجنش منك وتبقى من جوه غامقه. بتغمق من ايه بقى؟ الزيت يكون غامق، دي حاجه. انا ما بناخدش الدقيق، دقيق عادي جدا من الفرن او من السوبر ماركت او من العطار، اي دقيق. بس ما ينفعش نجيب دقيق اللي هو دقيق، هات الدقيق العادي، ما تجيبيش دقيق اللي هو تقول عايزه دقيق مخبوزات، لا دقيق العادي خالص. انا جايبه دقيق عادي سايب من العطار في كيس كده، ده حلو قوي 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 في الكيكات، فظيع فظيع فظيع. الدقيق تحط اخر حاجه، ذره ملح، كيس بيكنج باودر بحاله، بيكنج باودر ما يكونش من التلاجة. المقادير بتاعتنا كلها ما تكونش ساقعه. بس الزيت يكون عادي جدا من ازازه، اللبن يكون عادي جدا من ازازه اللبن، كل حاجه عاديه جدا. ولا تسخني سمنه ولا تسقعي بيض، لان شفتي كذا حد لازم تسقعي البيض، لا عادي. انا جايه من التلاجة بس مش اللي هو متلج قوي، لا عادي اللي هو درجه الحراره عاديه ممكن تجيبيه، او لو ساقع شويه مش مشكله، مش اي مشكله، مش هيخسر معاكي. خلي بالكم من الحاجات دي يا جماعه. الفرن يبقى شغال من تحت بس ما تشغلش فوق وتحت. شوفوا عشان الفرن عندي طلع للاسف فوق وتحت مع بعض، فانا حطيت حاجه حمايه عليه كده من فوق عشان خاطر الكيكه تطلع معايا باللون الحلو الجميل بتاعها ده. طبعا فرن الغاز احلى من فرن الكهرباء الف مره، بس المضطر وعملناها في فرن الكهرباء، حلوه جدا وفاتحه وهشه وناعمه وطريه وكلها حنيه. جربوها يا جماعه بالطريقه دي، وباذن الله باذن الله تعجبكم. واشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله، وانتظروا مني وصفات اكتر واكتر بامر الله تعجبكم. السلام عليكم.